السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مشاهدينا الكرام في برنامج هيلثي لايف الرياضي من خلال برنامجنا، نساعدكم على زيادة لياقتكم البدنية وتعزيز صحتكم العامة وكذلك تحسين عاداتكم الغذائية. وإن شاء الله عندنا فقرتين، الفقرة الأولى راح تكون عبارة عن نصائح عن التغذية ونصائح عن التمارين، الفقرة الثانية نقدم لكم فيها مجموعة تمارين ومن خلال هذه التمارين نشرح لكم بالشكل الصحيح والخاطئ على أساس تستفيدون بالشكل الصحيح. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو طريقة التمرين وكيفية الاستفادة من طريقة التمرين سواء في وزن الجسم سواء في النادي. طبعا بالنسبة حق الأشخاص اللي هم ما عندهم وقت يمارسون التمرين وحاب أن يمارس تمارين منزلية على أساس بسبب ضيق وقته أو بسبب مثلا دوامه يكون طويل، فبالتالي حاب يلجأ حق التمارين المنزلية، فهذا أمر جدا سهل خصوصا في الوقت الحالي. جميع الأجهزة متوفرة بالخارج تقدر تشتريها، وأيضا ممكن أنت تحتاج حق سير مقاومة دامبلز بنش أو كرسي يكون مستوي عالي ينزل إلى الأسفل يعني على درجات معينة، فهذه راح تخدمك بشكل كبير على أنها تساعدك في تمارينك المنزلية. في السابق كانت الأجهزة مو متوفرة فتضطر تروح إلى النادي، أما الحين الأجهزة متوفرة في كل مكان. وأيضا حتى التمرين في وزن الجسم الحين تطورنا نقدر نتمرن في وزن الجسم اللي تساعدك بشكل كبير على أنها تستهدف عضلات كثيرة وأيضا تقوي لك جسمك. وأيضا الأشخاص اللي حابين يمارسون تمارين في الهواء الخارجي أو في الأماكن الخارجية المفتوحة يقدرون أيضا يمارسون هذه التمارين. أول شيء عندك التمرين في وزن الجسم، التمرين في وزن الجسم اللي هي تمرين السكوات، تمرين الطعن أو اللنجز، تمرين عندك أيضا البوش أب، أيضا عندك التمارين المركبة. هذه التمارين راح تساعدك بشكل كبير على زيادة نسبة الحرق وتساعدك بشكل كبير على أيضا استهداف أكثر من عضلة في وقت واحد، راح تختصر عليك الوقت وراح تساعدك على اللي هو استهداف أكثر من عضلة في وقت واحد. وأيضا نقطة مهمة تساعدك على تقوية العصب وتقوية العضلة، وأيضا راح تساعدك على رفع اللياقة البدنية. يعني أنت لاحظ هذه التمارين اللي أنت تشوفها ممكن يعني ما هي قوية، ولكن كل هذه فوائدها صحيح، كل هذه فوائدها خصوصا التمارين المركبة اللي هي التمارين ما تسمى بتمارين الهيت. هذه التمارين تساعد بشكل كبير على زيادة دقات القلب مما يزيد ضخ الدم في الجسم اللي تساعدك على التخلص من الدهون الموجودة في جسمك أو الدهون المتراكمة في جسمك. فأنت هني أيضا نفس ما ذكرت لك تحتاج دامبلز، تحتاج سير المقاومة، سير المقاومة يستهدف لك جميع عضلات الجسم. وأيضا في الحلقات السابقة قدمنا لكم تمارين فيه اللي هو سير المقاومة وفي الدامبلز وتمارين منزلية كثيرة، وأيضا إن شاء الله راح نقدم لكم، فبالتالي استفيدوا من هذه التمارين على أساس تساعدكم وتخدمكم على استهداف عضلات جسمكم. وأيضا نقطة مهمة تقدر أنك تزيد من عدد التكرارات وتزيد من عدد الجولات وتزيد من عدد الوقت على أساس تزيد من قوة التمرين وشدة التمرين. وأيضا حاول قدر المستطاع أنك تعدل بأكلك وأيضا أنك تزيد من أكلك في الفترات المقبلة إذا أنت زدت من شدة التمرين على أساس تساعدك على زيادة الكتلة العضلية وتزويد جسمك في الطاقة اللي يحتاجها أثناء التمرين على أساس تحسن أدائك الرياضي. وهذا كان موضوعنا اليوم إن شاء الله، أتمنى أن الجميع استفاد منه. تابعونا من بعد الفاصل بتمارين جديدة. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام من بعد الفاصل، راح أقدم لكم مجموعة تمارين منزلية مع السيرين. طبعا عندي سير المقاومة، السير الأول اللي هو عبارة عن سير خفيف، والسير الثاني شوف سماكته أعلى اللي هو السير الأصفر، هذا راح يساعدني على زيادة شدة التمرين.
أول شيء طبعاً راح نلعب التمرين الأول راح يكون كالتالي. راح أثبت سير المقاومة بهذه الطريقة. هذا التمرين راح يساعدني على زيادة أو على شد عضلات الصدر بهذه الطريقة. لاحظ نثبت سير المقاومة في خلف جسمي بهذه الطريقة، والحلو في سير المقاومة أن منزل لك إيدك في هذا المستوى. طبعاً لاحظ لأن أنت لما تلعب هذا التمرين ما تلعب هذا التمرين الذراع تكون بهذا الشكل، لا ذراعك تكون في هذا المستوى، فبالتالي لاحظ سير المقاومة ضاغط على الذراع بهذه الطريقة، فقاعد تلعب التمرين بالشكل الصحيح. هذا طريقة التمرين الأول، عدد التكرارات 20 تكرار في 3 جولات بهذه الطريقة. الحين طبعاً راح استهدف العضلة العليا لعضلة الصدر. راح أثبت السير بهذه الطريقة، أحرك الذراع بهذا الشكل. هذا التمرين أيضاً يساعدني على استهداف العضلة العليا للصدر وكذلك العضلة المساعدة اللي هي عضلة الأكتاف الأمامي. لاحظ بهذه الطريقة وبهذا الشكل أخذ الذراع الثانية. أيضاً عدد التكرارات تكون 20 تكرار في 3 جولات. أحرك لاحظ بهذه الطريقة وبهذا الشكل. الحين راح نستهدف عضلة مغايرة اللي هي عضلات الأكتاف عضلات الذراع الأمامي. أثبت سير المقاومة أسفل الرجل، أحرك بهذا الشكل. هذا التمرين ساعدني على استهداف العضلات الأمامية للذراع. طبعاً كل هذه التمارين تقدر تلعبها في سير المقاومة الآخر اللي هو قوة شد التمرين راح تكون أكثر. ولاحظ راح أخذ هذا السير، لاحظ سماكة السير ساعدتني أكثر على زيادة شد زيادة قوة شدة التمرين. لاحظ أحرك الذراع بهذه الطريقة وبهذا الشكل. لاحظ شدة التمرين صارت أقوى بشكل أكبر بسبب سماكة السير. بمعنى التمارين المنزلية أيضا تقدر تزيد من الأوزان، تزيد من التمارين بهذه الطريقة من زيادة اللي هي سماكة السير. وأيضا عندنا بالنسبة حق التمرين الأخير راح يكون كالتالي، راح استهدف العضلات الخلفية للأكتاف، فبالتالي أثبت الذراع بهذه الطريقة وأحرك بهذا الشكل. لاحظ بهذه الطريقة وبهذا الشكل. هذا التمرين راح يساعدني على استهداف العضلات الخلفية للأكتاف. عدد الجولات راح تكون 15 تكرار في 3 جولات. وهذه كانت تماريننا اليوم، أتمنى أنكم استفدتوا منها إن شاء الله. نلقاكم بحلقات مقبلة بتمارين جديدة.